غالبا سؤال زي هل الانسان مسير او مخير بتكون اقرب لمجال الفلسفه او الدين. لحد الفتره الاخرانيه علماء النفس بداوا يعملوا تجارب على الانسان، والتجارب دي كانت نتيجه مرعبه قوي. تعالوا نعرف مع بعض ايه نتائج التجارب دي. انا كريم حنفي، يلا بينا. تجربه ببساطه ان هم كانوا بيجيبوا شخص بيقعدوه على كرسي وقصاده زرارين، زرار يمين وزرار شمال، ويقولوا له اختار الزرار اللي انت عاوزه بارادتك الحره، وحدد لنا الثانيه اللي انت هتختار فيها الزرار ده. كان في جهاز رنين مغناطيسي بيشوف اي نشاط بيحصل في دماغه، وهنا كانت الصدمه. العلماء لاحظوا ان في نشاط بيحصل في عقل المشتركين قبل الوقت اللي هم فاكرين ان هم اختاروا فيه بفتره بتوصل لحوالي 10 ثواني. معنى ايه؟ انت لو جيت سالته يا معلم انت اخترت في الثانيه كام؟ يقول لك في الثانيه 10. انما هو فعلا حصل نشاط في دماغه امتى؟ هتلاقي في الثانيه 0. لدرجه ان العلماء كانوا قادرين ان هم يحددوا بدقه اختياره قبليه بفتره بتوصل ل 10 ثواني. قال لك معنى كده ان حريه الاراده مجرد وهم. بس الحمد لله طلع تفسير منطقي للكلام ده، ان النشاط اللي كان بيحصل في مخ المشاركين ده نشاط العقل اللاواعي، وانت تقدر بعقلك الواعي اللي هو ارادتك الحره انك انت ترفض الاختيار اللي هو اختاره ده. الموضوع ببساطه ممكن تشبهه بمدير عنده سكرتير. السكرتير بيخلص الحاجات المهمه وبيعدي عليه بيشوفه هل هو معترض ولا لا. مش عاوزك تبالغ قوي في فرحتك، لان هو اغلب الوقت عقلك الواعي ما بيعترضش. فتقريبا اغلب حياتك في ايد السكرتير. السؤال المهم بقى هنا، هل السكرتير ده ثقه ولا لا؟ هتقول لي بس يا عم عقلي اللاواعي ده تبعي مش حد غريب يعني. اقول لك للاسف مش بالظبط، لان عقلك اللاواعي جزء كبير جدا من تكوينه، كان ليه علاقه بالتربيه اللي انت اتربيتها والبيئه اللي انت كنت فيها والمدرسه واصحابك بتوع المدرسه والمواقف والكلام ده كله، واغلب الكلام ده انت كنت فعلا مسير عليه، ما كانش ليك ايد فيه. هنروح بعيد ليه؟ انت لو في كليه من الكليات اللي بتقال عليها كليات قمه، فانت من صغرك متربي على ان الصح انك تخش كليه من الكليات دي، مش الصح ان انت تخش الكليه اللي انت بتحبها. الفكره ان جزء منه صح وجزء منه غلط، فما ينفعش تبقى مسلم اغلب حياتك ليه. الصح تعمل ايه؟ انك تبدا تراجع كل الافعال والافكار اللي بتطلع تلقائيه منك، لان وارد تكون اي حاجه فيها غلط. هديك مثال لحاجه من الحاجات اللي احنا اتربينا عليها في مجتمعنا العربي الجميل واتزرعت في عقلك اللاواعي من صغرك. جملة بتقول ارضى باللي ربنا قسمه لك. الجملة دي بقى نستخدمها كتير قوي لما يحصل موقف زي ان انت مثلا في كلية مش بتحبها، وعمال تقول لنفسك لا انا اهم حاجة ارضى بربنا قسمه لي وافضل في الكلية دي، وهي دي قدري وهو ده نصيبي. نفس المنطق برضه لو انت في شغل ومش حابه ومش مستمتع بيه وفلوسه مش كويسة وعاوز تسيبه وتروح لشغل تاني، هتلاقي نفسك بتقول برضه نفس الجملة، ارضى باللي ربنا قسمه لك، هو ده قدرك وده نصيبك. في مغالطتين بقى كبار قوي في الجملة دي. اول حاجه ان انت عرفت منين ان ربنا قسمه لك؟ يعني هل مثلا جالك في المنام الوحي ان انت هتقبض 4000 جنيه في الشهر فهو زي الفل على كده، او ان انت هتبقى مهندس ومكتوب لك تبقى مهندس فهتبقى مهندس؟ مفيش الكلام ده. حاجه تانية، مفهوم اصلا الرضا عندنا غلط. احنا فاهمين الرضا ان هو القناعه، مع ان الرضا والقناعه حاجتين مختلفين. القناعه هي مش حاجه كويسه زي ما احنا متخيلين، ولا هي كنز ولا يفنى ولا اي حاجه. لما سيدنا علي بن ابي طالب بيتكلم عن القناعه قال لك لو قنع الناس بما عندهم لهلكت السماوات والارض، لانك انت لو كنت قنوع بالجمل ما كنتش هتجيب عربيه، ما كانش زمانك دلوقتي بتتفرج عليا على الفيس بفيديو مصور بموبايل، كل الكلام ده ما كانش هيحصل. ايه بقى هو مفهوم الرضا؟ الرضا هو تصالح نفسي مع الواقع اللي انت فيه عشان تقدر تغيره، لان انت عشان تقدر تغير اللي انت فيه محتاج الاراده، والاراده بعد تجارب كتير قوي اكتشفوا ان هي بتبقى اقوى لما تكون حالتك ايجابيه. ببساطه لو انت راضي باللي انت فيه هتبقى مبسوط فتقدر بسهوله تغيره. مش الفكره ان انت ترضى فتفضل فيه، لا انت هترضى عشان بسهوله تغيره. وقيس على كده حاجات كتير انت متربي عليها من صغرك مأثره على حياتك دلوقتي وهتأثر عليها في المستقبل. فلو ما بداتش دلوقتي تراجعها وتشوف فيها ايه الصح وايه الغلط وتفلتر الصح من الغلط، هيبقى فعلا انت مسير على حياتك، لان ماضيك اللي انت كنت مسير عليه بقى متحكم في مستقبلك اللي انت دلوقتي حر فيه. وما ينفعش تيجي تقول في الاخر ان انت ده ما كانش بايديك، انت سمعت الفيديو ده وعرفت ان انت فعلا بايديك تغير الكلام ده. واختيارك ان انت تصدق ان انت مسير ومالكش ايد في حاجه انك انت تغيرها هو برضه اختيار. ولو انت شايف ان مشكلتك اكبر من هي تتحل بالفيديو ده، انا مستعد ان انت تكلمني ونتناقش مع بعض ونتفاهم ايه حل مشكلتك دي. سواء بقى تكلمني على التليفون اطلع فوق هتلاقي فيه كونتاكت اس وفي مسج، ممكن تبعت لي مسج او ممكن تكلمني على التليفون هتلاقي النمره دي فوق. بس كده، لو عجبك الفيديو ده اعمل شير. سلام. Ha 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 ha!